توجد اتفاقية بين المركز وكلية اللغات والعلوم والأدب وعلوم الأدب، أننا شكلنا ما يسمى باتفاقية مع عميد الكلية المشكور من هذه الحصة الأستاذ الدكتور بروفيسور بالقريشي عمار، الذي اتفقنا معه على تمويل المركز بأساتذة ودكاترة أقل ما يمكن أنه يكون دكتور أو بروفيسور في تكوين اللغة الإنجليزية. كذلك اتفقنا مع مركز اللغات المكثف، هناك مركز خاص للغات المكثف بجامعة بسيلة، اتفاقية معه للدكاترة اللي يدرسوا بالمركز.